خير ان شاء الله سلطان، ايش فيك؟ عفوا استاذه. صاير تفضلي، طال عمرك. صفحه 57. هذا كتاب دكتور غسان الاخير. شنو هذا اللي انت خاطه بالاحمر؟ لا تقولي ان هذه اخطاء. ثلاث اخطاء املائيه في صفحه واحده. شنو هذا؟ في كتاب جاهز للتوزيع الان؟ مستحيل مستحيل. شوفي بنفسك. غريبة. هلا استاذة سوسن. نعم. في كل المسودات ومعاملة كتاب رؤى مشرقية للدكتور غسان بسرعة. حاضر. طال عمرك الكتاب للحين ما كملته ولاقي لي 30 خطأ. ايش قاعد تقول؟ هذه فوضى. هذا الكلام ممكن يدمر الدار. واحنا من متى نراجع الكتب بعد الطباعة؟ لا يا ابني، من اليوم ورايح لازم نراجع وراك. كلام فاضي. تفضل. شكرا. يا سلام، 30 خطأ في كتاب. هذا شغل هواس. هذا مو توقيعك، هذا خطأ لا يغتفر. فاهمة؟ اي بس استاذة انا بس ولا كلمة. عفوا استاذة مشاعل، الخطأ يعني وارد، وهذا درس نتعلم منه كلنا. الدروس هذه نتعلمها في المدارس، مو في دار نشر احترافية. احنا هني ما نعطي دروس. اوفي، انت مو في البيت، انت في مكان عمل. مو على بالك اذا زعلتي تاخذين نفسك وتطلعين. اسمحي لي يا استاذة. الاستاذة خليك لو سمحت. امر استاذة. كم طبعة طبعتوا من الكتاب؟ 3000 نسخة. توزعوا ولا بعد؟ هالاسبوع بيتوزعون. توقفون التوزيع. سلطان تتراجع الكتاب مرة ثانية وتعيدون طباعته، والخسائر هذه راح تنخصم من راتبك انتي وكل اللي وقعوا وراك. فاهمة؟ ان شاء الله استاذة. تمرين على شيء؟ روحي شغلك. استاذة انا اسف. تأسف على شنو؟ انت انقذتنا من فضيحة. اسمعي لي يا استاذة، سلطان في ايه؟ ما لسه خارجه من شويه ووشها مخطوف. ما انا غلط، المفروض الكلام هذا يكون بيني وبينك وما اروح للمدير على طول. لا سلطان، انت سويت شغلك. بعدين الأستاذة كان مصيرها تعرف بأي طريقة. إيه بس أنا انقهرت يوم شفت. مستحيل مستحيل كمية الأخطاء الموجودة بالكتاب هذه. يعني المعدل الطبيعي 5 6 10 أخطاء، بس 30؟ ماني قادرة أقتنع في شيء غلط. لا بس الظاهر أنت فكرك مشغول الفترة الماضية. والمراجعين الثانيين بعد كان فكرهم مشغول؟ لا في شيء غلط، أو أن المسودة النهائية مو هي اللي راحت المطبعة. ما عليه. ما عموما مثل ما قلت لك، هذا درس وكلنا نتعلم منه. والأستاذة قالت إن هذه مو مدرسة ومعاها حق. آه، أنت أعصابك تعبان. إيش رأيك تاخذين إجازة أسبوع أسبوعين حتى شهر وترجع للشغل فريش؟ إجازة؟ شو أسوي فيها؟ أضيع وقتي كذي على الفاضي؟ أوه، في أشياء كثيرة ممكن تسوينها. مثل شنو؟ أنت إذا أخذت الإجازة تعالي لي وأنا أقول لك. ايش فيك تطلعيني كذا؟ تبي صدق؟ ما ابي غير الصدق. عمري ما فكرت اقضي اجازتي كذي. على فكره في ناس يقضونها بهالشكل واجد، بس حنا لا نعرفهم ولا نشوفهم. انا كل اللي اعرفهم عاده يعني يروحون لندن، يروحون باريس، الهبه الجديده الحين امريكا، بس يقضونها مع عمال هذه جديده علي. بس بذمتك ايش رايك؟ تبي صراحه؟ ما في احلى من الصراحه. هذه شكلها بتكون احلى اجازه قضيتها بحياتي. لا توك ما شفتي شيء. طلع ورقه وقلم. بعد واكتبي يا ستي. يلا. 1 شراء طعام وتوزيع على البيوت. شراء وتوزيع الطعام على البيوت. وزياره المرضى. زيارة المرضى. زيارة دار الأيتام.
زيارة دار الأيتام. الذهاب إلى الحديقة واللعب مع الأطفال. الذهاب إلى الحديقة واللعب مع البزارين. تنظيف مسجد. تنظيف مسجد. وعندك بعد يا ستي تنظيف الشواطئ من المخلفات والسوالف هذه. تنظيف الشاطئ من مخلفات الزائرين. كل هذا بنسوي؟ كملي كملي في زود. بس اسمعيني، ساعتها بتحسين بطعم السعادة الحقيقية، تنسين كل مشاكلك، مشاكل العمل، مشاكل المديرة اللي ما ترحم. خواتج وعد فوق بدارها. ليش ما تنزل تعشى ويانا؟ والله الصراحة ما أدري، فجأة قامت تحب القراءة، صارت الكتب ما تفارقها. حلو والله، هذا خبر سعيد في هذا البيت الكئيب. والثانية مها؟ ليش أنا شفتها من يوم ما أخذت إجازتها؟ السلام. سمي بس سمي. الإجازة نفعت معاك؟ وايا سحر، ما كنت أدري إن أنا محتاجة هالإجازة هالكثر. وإن شاء الله قاعدة تستغلينها صح؟ أول مرة أقضي حياتي بشيء مفيد. شو تسوين يعني؟ قول إيش ما نسوي أنا وسلطان. ليش أنت تشوفين سلطان؟ إيه، من أول يوم بإجازتي كل يوم يخلص دوامه ونطلع مع بعض. وين تروحون؟ قولي وين ما نروح. نروح نزور عمال المساكين، نوزع عليهم فلوس، أكل، نزور الأيتام، الأرامل، المرضى، الاحتياجات الخاصة، ناس ما نعرفهم ولا يعرفونا. بس لا تشوفين السعادة بويهم لما يشوفونا نبتسم بويهم ولا نعطيهم شيء صغير هدية، سعادتهم تسوى الدنيا ما فيها. سلطان هذا يا سحر خلاني أشوف الدنيا بعيون مختلفة، خلاني أشوف ناس كنت أمر صوبهم عمري ما شفتهم أصلاً ولا حسيت فيهم، خلاني أحس إن أنا إنسانة. الحين هذه تسمينها إجازة؟ هذه السعادة اللي ما راح تحسين فيها لما تجربينها. على العموم ديري بالك، أنا سلطان هذا ما هضمته أبداً. سحر، إيش فيها؟ رأيي وأنا حرة فيه. طبعاً ما هضمتي، لأنك عمرك ما تستوعبين الناس اللي يروحون يزورون الأرامل والمساكين ويعطفون عليهم. أنت لاهية بالمسابقات والأغاني والتربتيه والكلام الفاضي مالك. الحين الفن صار كلام فاضي. خليك إيجابية وما عليك من هالسلبية. وطالما أنكم عايشين هذه الأجواء الإيجابية أنا بفتح معكم موضوع. أنا بفتح معكم صفحة جديدة كلكم. بس عفوا، الانكسر عمره ما يتصلح. كل شيء يتصلح إن شاء الله، كل شيء يتصلح. سحورة روحي طلعي فوق ونادي أختك وعد ويلها أمي تبيك، وإذا رفضت ويلها أمي تقولك اللي أنتي تبينه بيصير، بس تعالي نزلي. لكم ما بيتعشى. الموضوع مو موضوع عشاء. خير أمي تبيك، تبيننا كلنا. محاضرة جديدة ترى مالي خلق. لا، تقول أي شيء تبونه بسوي لكم إياه. الظهر وافقت على زواجك من سعود. صدق؟
لا، وتقول بفتح معاكم صفحة جديدة. شكلها بدأت تحس باللي سوته أبو بوي الله يرحمه. تبي تكفر عن ذنبها؟